السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنه عيد الأضحى على الأبواب، حبيت نشارك معكم هذه التدبيرة المفيدة. يعني كاين بزاف تساؤلات على كيفاش نحو هذيك القشرة السوداء اللي تجي في الدوارة، وكاين عدة وصفات على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كاين منهم اللي ناجحين، وكاين البعض مجرد سبق وتنافس فقط. اليوم راح نشوفوا الوصفة بأسهل وأبسط وأسرع طريقة، كما عودتكم دائما راح نعطي لكم كامل التفاصيل الصغيره والكبيره للنجاح في الوصفه 100%. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله، وندخلوا مباشره في طريقه التحضير. عندي حوالي 2 كيلوغرام من الدوارة، وهذا الدوارة يعني النوع تاعها بقري، يعني ما هيش غنمي. ربما تختلفوا معي في هذه النقطة، ربما تتفقوا معي. أنا الدوارة البقري يعني نحيل هذه القشرة السوداء، لكن الدوارة الغنمي يعني ما نحيها لهاش، لأن الدوارة الغنمي يعني رقيقة، ولو كان نحيو لهذه القشرة السوداء يعني ما رح يبقى فيها والو. يعني نفضل نحيها للدوارة البقري فقط، لأنها جاية خشينة، ولما نحلى هذه الطبقة السوداء يعني رح تولي يعني متوسطة، ما هيش رقيقة بزاف وما هيش خشينا بزاف. ضروري تغسلوا الدوارة تاعكم مليح مليح تحت العين، خصوصا هاد المناطق. يعني كما تعرفوا كامل الدوارة هاد المنطقة اللي راني نمس فيها هي اللي تجي داخلها الماكلة، ويجو فيها كامل يعني هادوك الفضلات. ضروري تغسلوها مليح مليح من هاد الجهة حتى يقول لكم الماء صافي كيما راكم تشوفوا. انا غسلتها في الاول كامل بالماء فقط، وبعدها بديت ندير الملح والخل، وفي الاخير كامل يعني درت لها عصير الليمون حتى تنقات لي ولات لي كيما راكم تشوفوا تماما. الان راح نشوفوا الطريقة كيفاش راح نحيو هذيك القشرة السوداء. درت كمية من الماء ووصلتها الى درجة الغليان. ضروري الماء تاعكم يكون يغلي، يعني انتبهوا هذه هي يعني المعلومة الأولى، الماء لازم يكون واصل إلى درجة الغليان. الخطوة الثانية ندخلوا هذيك القطعة تاع الدوارة، يعني ندخلوها فقط، نعود نخرجوها، نعود ندخلوها مرة، نعود نخرجوها، لأنه الماء تاعنا يعني راه سخون وكيما يعني طفينا عليه. شوفوا يعني ما نخليهاش بزاف. اذا يعني حسيتوا بلي الدواره تاعكم يعني مازالت طريه، اعرفوا بلي صح يعني راح يتنحى لكم القشره هذه وبكل سهوله. اذا حسيتوا بلي الدواره تاعكم يعني كشغل يبست وهذوك الاطراف تاعها بداو يدخلوا للداخل، اعرفوا بلي الدواره تاعكم يعني طولتوا لها داخل هذاك الماء السخون، يعني احتمال يتنحى لكم هذه القشره بصعوبه، واحتمال ما تتنحاش كامل. ولهذا من الضروري يعني تدخلوها فقط، تخرجوها، تعاودوا تدخلوها، تخرجوها مرتين ثلاثه على الاكثر، وتبداو تنحلها في القشره كيما راكم تشوفوا وبكل سهوله. وباش ما نكذبوش على بعضنا، يعني الدواره ولا الكرشه تاع البقري تتنحى لها هذه القشره السوداء اسهل من انكم تنحوها من الدواره الغنمي. هاي لي كنشوفوا نحيت باليد فقط في الاخير كامل، ساعدت روحي بالسكين كيما راكم تشوفوا. وهنايا مشيت تقولوا يعني خيرت المرصوصه الكامل تاع الدواره ونحات له القشره، راح نروحوا يعني قطعه قطعه حتى نكملوا كامل الانواع تاع القطع اللي يجوا في الدواره. يعني دوكا نروحوا اللي شويه متوسطه، ومن بعد نروحوا لهذيك اللي فيها بزاف في القشور. تبعوني فقط حتى النهايه وراح يعني تشوفوا كامل المراحل. الان شوفوا هنا هذه المنطقه كيفاش راح نحيها، يعني نساعد روحي بالسكين فقط، ودوك نوري لكم ملاحظه بزاف مهمه. الان شوفوا هذيك المنطقه اللي كنت حكمتها بيدي، يعني ما درتهاش داخل الماء الساخن، يعني ما حبتش تتنحى. واش راح ديروا لها؟ يعني تدخلوها فقط داخل هذاك الماء السخون وتعاودوا تخرجوها، وشوفوا كيفاش راح تتنحى لي وبكل سهوله. هاي ليك. الان راح نحكم هذه القطعه تاع الدواره، راح نزيد ندخلها في الماء يعني مره واحده فقط، ونعاود نحيلها كامل هذوك القشور السوداء. هذه القطعه تقريبا يعني نفس النوع تاع هذيك القطعه الاولى. نحبيت نقول لكم فقط ملاحظه، الماء تاعكم اذا حسيتوه يعني برد لكم شويه عاودوا رجعوه فوق النار ووصلوه الى درجه الغليان، وكملوا يعني حتى تكملوا القطع تاع الدواره اللي عندكم. وكذلك القطع تاع الدواره لما تدخلوها داخل الماء السخون وتبداو تنحولها في القشره، اذا حسيتوا بلي هذيك القشره يعني ما راهاش تنحى لكم بسهوله، عاودوا دخلوها داخل الماء الساخن وخرجوها وكملوا، وراح تتنحى لكم كذلك يعني بكل سهوله. هاي ليك. هنا شوفوا القطعه الثانيه، شتو كيفاش درتها؟ يعني مرة اثنان مباشرة نخرجها من الماء. هاي ليك. شو انا نبدأ بهذه المنطقة، يعني صدقوني طريقة فعالة جدا، وطريقة كذلك آمنة وخالية من المواد الكيميائية. يعني الماء كاين في كل دار، روحوا بالعقل بالعقل تبعوا كامل النصائح اللي عطيتهم لكم، وراح تنقوا هذه الدواره يعني في وقت قياسي. يعني ما نقولكمش راح تنقوها في زوج ولا خمس دقائق، ربما في ربع ساعه راح تكملوها، وكذلك يعني راح يتوقف الوقت على حسب حجم الدواره.
انا اشوفه من الاحسن يعني تقطعوا قطع شويه صغار هكذا، لما تدخلوهم داخل الماء الساخن تعودوا تخرجوهم، يعني ما راحش يحرقوكم. هنا كيما شفتوا دركا، يعني لما حسيت بلي هذيك الماده السوداء ما حبتش تنحالي شويه، عاود دخلتها داخل الماء الساخن وخرجتها. يعني حاولوا تنتبهوا لهاد الاشياء، الماء اذا برد لكم عاودوا سخنوه. لما تدخلوا هذيك القطعه يعني داخل الماء الساخن ما تطولوش بها بزاف، لازم لما تخرجوها من الماء تبقى طريه كيما دخلتوها في المره الاولى. اذا حسيتوها بلي يبست شويه يعني والاطراف تاعها بداو يدوروا كي شغل بدات تطيب، عرفوا بلي هذيك القشره السوداء راح تنحوها بصعوبه والا ما راحش تنحوها كامل. الان شوفوا يعني هذه القطعه رغم انه فيها يعني بزاف الخدمه نحيناها وبكل سهوله. راح نحط هذه القطعه جانبا، يعني من بعد راح نكملها وراح ناخذ هذا الجزء هاي ليك. راح نحاول نكسلو باش نوري لكم يعني هاد المنطقه تشبه لهذه اللي كنا نقو فيها دركا، راح نحي يعني مرسوم من هاد الجهه هكذا باش نكونوا يعني درنا كامل الاجزاء تاع الدواره. يعني كاين جزء واحد اخر تحسوا فيه شغل مرسومين فيه خلايا، هذوك الخماسيه هذوك انا ما شريتوش لانه كذلك يعني سهل باش تنحولوا القشره. شوفوا هنا جبت لكم الماء، يعني هنا الماء تاعي شويه كي شغل بدا يبرد لي دوك تشوفوا، يعني لما ندخل الدواره كي شغل نخليها تطول شويه. اذا كان واصل درجه الغليان وتمتم نحيتهم فوق النار، يعني تدخلوا هذاك المرسوم تعاودوا تخرجوه مباشره. هاي ليك هاي ليك شوفوا، انا حسيت بلي هذيك الماده السوداء ولا هذيك القشره السوداء ما تنحاتليش تمتم، نعاود ندخله في الماء الساخن ونكمل يعني بنفس الطريقه. هاي ليك انا راح نزيد ندير لكم كذلك يعني وصفات لعيد الاضحى، وراح ندير كذلك الدوارة تاع الغنمي، ربما راح نديرها عصبان لكن ما راحش نحيل هذه القشره السوداء. يعني راح نمد لكم الرابط تاع هذا الفيديو فقط. هاي ليك يعني شوفوا بالسكين بالسكين حتى ندور كامل في هذاك المرسول اللي عندي. هاي ليك بعد ما كملتها وهاد المنطقه يعني قد ما درت معاها ما حبتش تتنحى، راح نخليها هكذا يعني ما فيها والو. الان راح نشوفوا النتيجه النهائيه. هاي ليك يعني انا نقيتها بالطبع وعاود شللتها بالعصير تاع القارص، اذا ما عندكمش يعني خدموا بالملح والخل فقط. هاي ليك الدواره بعد ما نقيتها، يعني شوفوا الدوارة تاع البقري لما تنحو لها القشرة يعني تبقى محافظة على هذاك السمك تاعها، ولما تكونوا تاكلوا فيها يعني تحسوا بلي راكم تاكلوا في الدوارة. أما الدوارة تاع الغنمي يعني ساعات تكون يعني هي رقيقة وتزيدي تنحي لها هذيك القشرة السوداء يعني ما يبقى فيها والو، وتبقى هاد الأشياء يعني مسألة تاع أذواق. هاي ليك القطعة هذه كذلك، يعني هذه تقريبا القطعة صعيبة كامل في الدوارة، وهاد البلاصة يعني ما قدرتش نحي منها هاد القشرة، خليتها يعني وريتها لكم هكذا يعني باش نكونوا صافيين 100%. هاي لك الدوارة تاعي بعد ما نقيتها بعد ما فحفحتها، الله الله ولات شابة ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقة في منازلكم وتنجحوا فيها 100%، واذا نجحتوا فيها ما تبخلوش عليا باللايك، شاركوا الوصفة والقناة مع الاصدقاء لتعم الفائدة. في الاخير ما عليا الا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.